عادية أقدر أحقق أهداف استثنائية؟ هل أنا إذا عشت حياة عادية بقدر أحقق أهداف استثنائية؟ طيب، ده سؤال جميل. تعالي أنا وإنتي نرجع لواحد من قواعد البرمجة اللغوية العصبية المهمة جدا جدا بالنسبة لي، وبرضه يعني الدفعة الكثير اللي اتدربت معاي كان بالنسبة لهم القاعدة دي من القواعد المهمة، اللي هي بتقول ما هو ممكن لغيري ممكن لي. طيب، انت بتقولي هل انا اذا عشت يعني في الماضي، يعني انا زمان في الماضي كانت حياتي حياة عادية، وفي المستقبل انا عايز احقق او اصل لحياة استثنائية، صح؟ طيب، علاقة الماضي بالحاضر شنو، او علاقة الماضي بالمستقبل شنو؟ ما نحن عارفين انه الماضي لا يساوي المستقبل الا اذا عشت في الماضي. الماضي حاجة حصلت في انتهت، فهل الهدف اللي انا عايز احققه في المستقبل او الحياة الاستثنائية داير اصليها او النتائج الاستثنائية اللي انا داير اصليها، هل في شخص حولي حققها؟ نعم. فبغض النظر حياتي في الماضي كانت عادية ولا غير عادية، بما انه في شخص في هذا العالم وصل لهذا الشيء، فمعناها انا برضو بقدر اصل لهذا الشيء. طبعا عشان اصحصح في هذه النص الليل دي مرات بشرب قهوه يعني. طيب، اطبق القاعده دي كيف؟ بحاجتين بس حاجتين. الحاجه الاولى انه انا الحياه الاستثنائيه او الاهداف الاستثنائيه انا داير احققها دي لازم يكون عندي رغبة كبيرة، والحاجة الثانية ودي المهمة جدا، لازم أتعلم كيف. معناه أنا ألخص إجابتي لسؤالك ده، إنه أنا بقدر بغض النظر عن حياتي اللي كانت عادية في الماضي، أنا بقدر أحقق أهداف استثنائية إذا كنت مستعد أتعلم الخطوات اللي حتوصلني للأهداف الاستثنائية دي، أو مستعد أتعلم الكيف بغض النظر عن الحاجة اللي حصلت في الماضي. وطبعا أنا وإنت عارفين وكل الناس عارفين إنه ما حيكون عندي استعداد أتعلم الكيف أو أتبع الخطوات دي إلا إذا كان عندي رغبة كبيرة. فإذا مفتاحين، رغبة مع حرص على تعلم كيف أصل لتلك الأهداف بغض النظر عن ما حدث في الماضي أو بغض النظر عن حياتي العادية. كده جاوبتك على السؤال؟